كلام كابتن شريف عبد المنعم قبل المباراه، اللي واحنا لو كنا موجودين مكان كابتن ايهاب جلال كنا هنقفل بشكل اقوى من كده. صحيح صحيح مع النادي الاهلي. صحيح كابتن وائل، خلينا نروح سريعا لكابتن احمد ايوب طبعا مع زميلنا محمد سعيد طبعا، واللقاء ما بعد المباراه، ولازم طبعا نقول له الف الف مبروك كابتن احمد. كان يعني يعني احنا بقى كان يعني عندنا مباريات كتير مؤجله، ده اللي اخرنا شويه، اخر الصداره شويه، ولكن الحمد لله تصدرنا ونحافظ عليها ان شاء الله. النهارده فوز كبير على فرقه كبيره، هو ديربي خاص وبطوله خاصه بين الناديين زي ما انت عارف، والجماهير بتحب المباراه دي وبتستناها، واللعيبه والاجهزه الفنيه، لانها حاجات بتتكتب في التاريخ دايما، مباراه الاهلي والزمالك حاجات للتاريخ، للاجهزه وللنادي وللعيبه. النهارده فوز كبير يعني 3-0، وبتضيع وبتستحوذ وبتأدي مميز. اعتقد مباراه يعني من المباريات اللي الناس دايما هتفتكرها. الحمد لله يعني اللعيبه عملت مباراه كبيره، بنشكرهم النهارده، ما حدش بخل، مركزين من اول المباراه، بتجيب جول بدري بتعززه، والحمد لله في النهايه بتاخد 3 نقاط بيساعدوك وبتبعد نادي الزمالك شويه، انت بتقرب شويه. هي مسابقه الدوري كده، ولكن لسه عندنا محطات كتير صعبه. الاهم انك تصدرت وتحافظ ان شاء الله الفتره الجايه. خلاص برضو هنقفل الصوره، لان عندنا بكره صباح عندنا بطوله بقى خلاص ان شاء الله. يعني هي مباراه ببطوله، فده مهم جدا ان نحققها ونسعد جماهيرنا. كمل المسيره الفتره الاخيره ايوب، وضع المباراه تم تقسيمها مراحل، يعني شفنا بدايه المباراه الشوط الاول غير نص الشوط الثاني غير النهائي، فكرت في المباراه ازاي، والتغييرات كانت تغييرات اضطراريه ولا تغييرات في الاطار الفني اللي الجهاز الفني كان شايفه في المباراه؟ طبعا انت لما اكيد لما بتلعب فريق بتدرسه بشكل كويس، بتشوف الفكر اللي بيلعب بيه، كمان المدرب اللي موجود مع الفرقه ممكن يكون بيفكر ازاي. يمكن فريق زمالك جايب كابتن ايهاب، وكابتن ايهاب يمكن كل الفرق اللي شغل معاها عنده سيستم لعب معين بيحاول ينفذه، بيحاول يطبقه. الحمد لله كل الحاجات دي كانت في دماغنا ودرسينها بشكل كويس، بتتعامل معاها، بتقسم المباراه. توفيق ربنا يكون معاك، مهم جدا طبعا انك بتشتغل، وعشان كده الحمد لله ربنا بيوفقنا. يمكن كان في تعليمات للعيبه وقت معين للضغط، وقت معين للتراجع، وقت معين للاستحواذ بتعمله، الحمد لله اللعيبه نفذت، اللعيبه كانت مسؤوله النهارده. بشكرهم وبقول لهم مبروك، وعقبال بقى الجاي ان شاء الله. بس واضح انكم عملتوا ميكس ما بين تفكير ايهاب جلال كمدرب للفرقه اللي ضربها الفتره الاخيره، وما بين اداء لعيبه الزمالك كمان في الفتره الاخيره، غير لو كان الزمالك بجهازه الفني مستمر خلال الفتره الاخيره. انا بقول لك انت لما بتحضر لاي فرقه انت بتتابع الفرقه الفتره الاخيره، بتتابع لعيبتها، اللعيبه القدره اللي عندها، القدرات الفرديه لكل لاعب، وكمان المدرب انت عارف قدراته بشكل معين، يعني ده كمان يعني وتغلب جهاز فرقتك وبتحط فرقتك وبتحط الامور طبعا. طيب سعيد اجهاد شويه، ففضلت بشكل ثاني في الجهد بقى صح اكبر. يعني طبعا كان الزمالك عنده استحواذ في الفتره، ما يطلع عبد الله يلعب في وسط الملعب، نزلنا اسلام يلعب بثلاثه في وسط الملعب، وتحافظ برضه على حته التوازن في وسط الملعب، وكمان اسلام عنده النزعه الهجوميه، وده كان فكر كابتن حسام يعني طبعا. طيب انا شايف بعد نهايه المباراه سعد وكمان احد اللاعبين اللي طبعا مسافه بعيده في استاد القاهره، بس انا شايف كذا لعيب يعني بيأدي عمليات الاحماء يا كابتن ايوب. سعد هو يعني طبعا احنا بكره مسافرين، اللعيبه ما اتمرنتش النهارده، الملاعب اللي كانت في المباراه، فمهم جدا ياخدوا جرعه تدريبيه عشان سفر بكره، وما فيش تمرين، نتمرن بقى بعد بكره ان شاء الله في الامارات. فمهم جاهزيه اللعيبه، يعني انت عارف الفتره الاخيره احنا عندنا يعني كل 3 4 ايام مباراه، بتدخل معسكر بتريح، بعد يعني بتريح في لعيبه يعني عدم المشاركه مهم يعني ممكن ياثر عليها شويه، فدايما في تمرين مستمر للعيبه اللي ما بتلعبش المباراه. يعني ممكن نلاقي سعد في السوبر ولا لسه قدام وقت يا كابتن ايوب؟ النهارده كمان في التغيير الاصابه رامي ربيعه، يعني نتمنى له السلامه باذن الله، نزل محمد هاني. يعني طبعا كابتن حسام يعني فضل هاني موجود فتره كثيره ولعب وقعد ولعب في تهزيته اكتر، يمكن غاب فتره طويله. كابتن حسام مش على جاهزيه، ولكن وارد ان المباراه يحصل اصابه تفكير في هاني في الحته. الله موجود؟ لا طبعا موجود، مفيش مشكله. يعني هو قبل السوبر وانت رايح كمان الامارات وجمهورك مستنيك، اكيد اكيد دفعه معنويه، ولكن لازم تنسى ولازم تقفل بسرعه، لان ما ينفعش تعيش المباراه، هي مباراه وانتهت وخلصت، ما ينفعش اعيش على فوز الحمد لله. يعني المهم الجماهير تفرح والجماهير تنبسط، واحنا
عشان نفرح الجماهير. احنا مش مشكله، احنا يعني فرحتنا لازم تكون محدوده وفتره قليله. هو ده ضريبه العمل في النادي الاهلي، اهم حاجه الناس تفرح وتنبسط، تفرح 3 4 ايام، احنا نفرح خمس دقائق ساعه ونقفل عشان عندنا شغل بقى ان شاء الله. مبروك كابتن ايوب، تستاهلوا كل خير وبالتوفيق يا رب في السوبر. شكرا محمد، شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد ايوب المدرب العام.